من القدس انضم إلينا مراسلنا نضال كنعنة، ومن الناصرة مراسلنا فراس لطفي. سأبدأ معك نضال كي تطلعنا على يعني كيف هي الأجواء لديك، هل بدأ الناخبون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع في ظل هذه الأجواء الأمنية المشددة كما ذكرت لنا في رسالة سابقة؟ نعم بالفعل، يعني عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي، افتتحت الصناديق قبل نحو ساعة. نحن نتواجد الآن أمام أحد مراكز الاقتراع في القدس الغربية، هنا يتوافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية فقد تم فتح تقريبا جميع صناديق الاقتراع في إسرائيل بشكل منتظم دون الإشارة إلى أي مشاكل لغاية الآن. طبعا عملية الاقتراع ستتم لحتى الساعة 10 ليلا، عندها سيتم إغلاق الصناديق والبدء بفرز الأصوات. هنالك حرب إن صح القول منذ بداية هذا اليوم من كل الأحزاب في إسرائيل من أجل جلب المصوتين إلى صناديق الاقتراع. طبعا هذا بسبب التقارب وفقا لاستطلاعات الرأي بين المعسكرين وقلة الانتقال للأصوات بين معسكر وآخر. هنا تصبح الحرب على نسبة التصويت ومن يجلب مصوتيه إلى صناديق الاقتراع. الأحزاب الإسرائيلية بمجملها تقول حتى قبل بدء الانتخابات بأن الأوضاع صعبة وبأن نسبة التصويت لدى المعسكر الآخر ستكون مرتفعة في محاولة لجلب ناخبيها إلى صناديق الاقتراع. الدعاية الانتخابية رغم أنها توقفت في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد دخول فترة الصمت الانتخابي إلى أنها مستمرة هنا أمام صناديق الاقتراع. نحن نرى ممثلين عن كافة الأحزاب الإسرائيلية يحاولون إقناع المصوتين حتى اللحظة الأخيرة قبل دخولهم إلى صناديق الاقتراع. أمنيا الوضع متوتر، هنالك إغلاق تم فرضه على مناطق الضفة الغربية وعلى قطاع غزة، هنالك نحو 18,000 شرطي إسرائيلي يقومون بحماية يوم الانتخابات كما تقول مصادر الشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى 5,000 حارس خاص تم تخصيصهم لهذا اليوم من أجل حماية العملية الانتخابية، إضافة إلى مركز خاص للشرطة من أجل الحماية السبرانية في هذا اليوم ومنع الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي. أتحول إلى الناصرة معك فراس، يعني حيث كنت قد قمت بجولة استطلاعات قبيل يعني انطلاق أو فتح أبواب الاقتراع أمام الناخبين، ونستطلع معك اليوم مزاج الناخب أيضا أو الصوت العربي في ظل ما تحدث أو سمعنا عن إمكانية تراجع في نسب التصويت والتردد أيضا في الأوساط أو صوت الناخب العربي. بالفعل ميشيل، يعني حسب استطلاعات الرأي فإن كل الأحزاب العربية تتأرجح بين تجاوز نسبة الحسم من عدمها، ومن هنا تكمن الخطورة بأن لربما يكون هذا الكنيسة 25 خال من المقاعد العربية. لكن هناك من يتحدث بأن مثلا القائمة العربية الموحدة قد تتجاوز نسبة الحسم، ولكن التجمع قد لا يتجاوز، وأيضا الهجوم المخفي على القائمة التي تضم أيمن عودي وأحمد طيبي وهي الجبهة والعربية للتغيير هي الوجهة التي يتوجه لها بنيامين نتنياهو وحزب ومعسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث يحاولون أن يكون هناك هجوم أقل على هذه القائمة كي لا يتم استنهاض الصوت العربي في الشارع العربي. ساعة يعني بعد يعني ساعة من فتح صناديق الاقتراع نرى إقبال ضعيف مقارنة بالأربع يعني انتخابات الماضية خلال 3.5 سنوات، ولكن يعني نحن نتحدث عن حسب استطلاعات الرأي نسبة التصويت قد لا تتجاوز 50% في الوسط العربي، وهذا يشكل خطورة على الثلاث قوائم التي ذهبت منفردة إلى هذه الانتخابات، ما أثار غضب في الشارع العربي داخل إسرائيل. وأيضا يعني هناك من يذهب أبعد من ذلك ويقول قد يعاقب الناخب العربي هذه الأحزاب بسبب انقسامها وبسبب تراجع عدد مقاعدها من 15 مقعدا إلى 8 اليوم حسب استطلاعات الرأي. تمام، شكرا لك فراس لطفي مراسلنا من الناصرة، ونضال كنعنة مراسلنا من القدس.